السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس استخاره شهر يونيو الشهر القادم بتاريخ 22 مايو 2022، النهارده لحد ده تاريخ الفيديو. اما الاستخاره بتاعه شهر يونيو الشهر القادم باذن الله، معاك 3 ورقات 3 رسائل، هتختار رقم 1 او 2 او 3، الرسالة اللي تعجبك بالرقم اللي يعجبك، وفي الاخر هنقول التلاتة مع بعض. صلى على الحبيب، كتر في الاستغفار، في الدعاء بيغير القدر. الصورة اللي هتطلع لك يا برج القوس هي اللي هتقراها الفترة اللي جاية، وهي اللي هتكون استخارتك باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. ان شاء الله باذن الله تكون استخارة قوية وجميلة وتنول مرادكم. بسم الله، ما تنسوش اللايك والتعليق الجميل. بسم الله. سورة الحج. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم. أول حاجة، الفترة اللي جاية دي في شفاء لمريض او شفاء لحد تعبان عندكم. الحد اللي تعبان عندكم ده في ارض بيتكم، عندكم حمل ورضاعة، عندكم خبر يخص تجديد حياة عندكم. في حد عندكم مريض بسكر، مريض بحاجة بتأذيه وبياخد علاج ليها. الفترة اللي جاية هتكونوا في طاقة جديدة. انتوا هنا عندكم سفر، الحد اللي مريض بالسكر ده بإذن الله هيكون فيه شفاء. وخلي بالكم من الحمل، لأن الحمل ده هيجيلكم وهتفرحوا جدا بيه. طيب، مين عندكم هنا بيعمل حاجات مش تبع حياتكم لكن بيتعذب جدا؟ انتوا كمان عندكم مشاكل نسائية، ممكن يكون مشاكل في الرحم، مشاكل تخص النساء. كمان في طفل عندكم انتوا بتحبوه جدا وبتطبطبوا عليه، بتحسوا انه سعادتكم بسعادته. الطفل ده انتوا بتدوه كل حاجة، خلي بالكم لان هو هيتعب وبعد كده ربنا هيشفيه بفضل ربنا. كمان انتوا هنا في حاجة مزعلاكم، انتوا داخلين على مثلا ممكن في حد يكون في حاجة بيعملها مزعلاه، داخلين على موضوع مزعلكم، في حاجة مزعلاكم جدا ومخلياكم دايما شايلين الهم القوي. طيب، مين عندكم هيتجوز او انتوا او في كاتب كتاب وفي زواج عندكم وفي فرحة طالت انتظارها او طال مرادها بقالكم مدة مستنينها؟ الفرحة دي هتكون جميلة جدا وهتطفي النار اللي جوه قلبكم. في حد عندكم بيأذي فيكم، في حد عندكم مش حابب لكم الخير، وده حد من ناس كانت ليكم علاقة بيها من أبراج ترابية، ما كان مش حابب لكم أبدا الخير ودايما بتأذي فيكم ودايما بتلعب بيكم. فانتوا خلوا بالكم من نفسكم الفترة دي، لأن هيكون في تقدم وفي أمور مستجدة على جميع الأسرة عندكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، في فلوس جاية لكم، والفلوس دي هتشتروا منها حاجات كتيرة أوي، هتحققوا أو هتبدأوا تحققوا حاجات موجودة في حياتكم. فخدوا بالكم من نفسكم على قد ما تقدروا، لأن محدش هيستحمل اللي انتوا بتستحملوه أبدا في حياته. كمان في موضوع معين عايزين تفتحوه مع حد لكن مستنيين أو عمالين تأجلوا فيه. في حد هيتصل بكم وهيرفع سماعة التليفون وهيقول لكم ان انا محتاج فلوس، انت هتقفوا جنبه وهتساعدوه، رغم ان الحد ده ممكن يكون بياخد الفلوس ما بيردهاش او بيردها بعذاب، لكن انتوا بتحبوا الحد ده. ممكن يكون حد ليه علاقة بيكم، يعني ممكن يكون اخ حد مقرب ليكم. كمان عندكم مرات اخ حقودة، ومرات الاخ دي شيطانة بتأذي فيكم، بتسلط حد عليكم مش حبالكم الخير، فياريت تاخدوا بالكم منها لان هي مش هادية خالص، هي اصلا بتحب الاذى. كمان انتوا هنا في بعثة ناويين على سفر او في سفر مفاجئ، خلي بالكم هيجيلكم، والسفر ده هيخليكم تاخدوا قرارات في حياتكم، وخلال القرارات دي
هتبنوا مستقبل جميل، لان انتوا طموحاتكم عالية قوي الفترة دي، وداخلين زي ما قلت على زواج او ارتباط او على شراء حاجات جديدة. البعض منكم هينزل وهيشتري هدوم جديدة، ناويين تغيروا حاجات كتيرة جدا في حياتكم. الحاجات اللي ناويين تغيروها دي بقالكم مدة مستنيينها، فحان الوقت ان انتوا تفعلوا الامور اللي مستجدة. عندكم واحدة ست كبيرة في السن انتوا بتحبوها جدا، والست دي مقربة ليكم، بتحبوا تتكلموا معاها، بتحبوا تفتحوا معاها مواضيع، بتحبوا دايما ان تكون بينكم وبينها كلام، بينكم وبينها امور. فدايما اقول خدوا بالكم من نفسكم، وابعدوا عن اي مشكلة في حياتكم متعلقة بامور او بكلام او بمواضيع، بأي حاجة ممكن في يوم من الايام تأذيكم، لان باب السماء مفتوح وانتوا بتدعوا ربنا قوي الفترة دي. هقول لكم بقى بتبشيرة حلوة جدا. التبشيرة دي انتوا بقالكم اكتر من 20 يوم، 20 يوم او شهر بالاقصى، انتوا مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع لفرصة كبيرة او لحاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي هيكون قاعدة مناسبة في الطريق اليكم، ومن بعدها انتوا هتختبروا قد ايه الشخص اللي معاكم، وفي نفس الوقت هتاخدوا قرار حاسم، وان شاء الله كمان الزعل اللي جوه قلبكم، او بمعنى اصح الحاجة اللي انتوا دايما بتظهروا عكسها، يعني لو انتوا في حزن بتظهروا ان انتوا مبسوطين وعشرة على عشرة، ورغم ان ده غلط، الحسد الشديد بيأثر عليكم، بس اقدر اقول ان بإذن الله ربنا هيهون عليكم عذاب السنين او الألم او الطاقة اللي كانت دايما متركزة معاكم. كمان اقول لكم ان انتوا حيرانين في شخصين، الشخصين دول انتوا حرفيا حيرانين فيهم ومضغوطين جدا من ناحيتهم، بس مش عارفين تبدأوا ازاي، او مش عارفين تجددوا الفرصة اللي انتوا فيها حاليا ازاي. ليه؟ علشان في طاقات مؤثرة عليكم. كمان في فرصة للتجديد وللصلح، اذا كان مع الشريك او اذا كان مع الشخص المناسب ليكم. انتوا هنا في استعجال عندكم لسفر، استعجال عندكم لامضى ورقة، في بابين هيتفتحوا قدامكم الفترة دي، في باب منهم هتدخلوا فيه بقلب جامد، والباب التاني هيكون فيه تردد او فيه امور معاكسة. الفترة دي اكتر الفترات، من اكتر الفترات اللي انتوا بتقعدوا لوحدكم، من اكتر الفترات اللي انتوا ما بقاش التعامل مع الناس قل. ليه بقى؟ علشان خاطر ممكن تكون انتوا حابين تقعدوا مع نفسكم شوية لوحدكم، حابين ان انتوا تشوفوا الحياة ماشية ازاي، في استقرارات تانية. كمان هنا في تركيز، يعني تركيز على استمارة او على عقد، العقد ده هيكون بين ايديكم، او في ورقة هتقع قدامكم فانتوا هتركزوا فيها جدا وهتشوفوا ايه اللي بيحصل عندكم. في مناسبة عائلية، المناسبة العائلية دي هتكون حلوة، وهتلاقوا يعني ممكن القعدة دي تفرح قلبكم. انتوا بتحبوا التجمعات خلي بالكم، وبتحبوا ان انتوا يكون في تجمع وفي تواصل مع الاسرة مع العيلة مع الناس اللي حواليكم. بس ليه عندكم مرات اخ؟ مرات الاخ دي ما بتحبكمش ابدا، دايما بتحقد عليكم، ودايما كذابة، ودايما منافقة. مرات اخ او واحدة عزيزة عليكم، يعني ممكن تكون هي بتقول لكم ان هي بتحبكم وهي حبالكم الخير، بس هي مش حبالكم الخير، هي فعلا انسانة منافقة وانسانة كذابة. وعشان كده الفترة اللي جاية دي هتكون فترتكم انتوا لتثبتوا وجودكم في اكتر من حاجة. البعض منكم ممكن يتخطى مشكلة كبيرة، والبعض منكم هيكون حذر ان هو ما يقعش في مشكلة حد بيرتبها له. كمان انتوا عندكم فتح قسمة، والفتح القسمة دي في تغيير عتبة. يعني ايه تغيير عتبة؟ يعني تغيير بيت، تغيير سكن، تغيير حاجة تخص، او انتوا عايزين تغيروا في حاجة عندكم عايزين تغيروها بس خايفين ومترددين. لا ما تخافوش، وادخلوا على فتحة خير بإذن الله. في كمان علامة هتظهر قدامكم، العلامة دي هتقول لكم ان الطريق ده خير او شر. العلامة دي هتكون قدامكم انتوا، وانتوا اللي هتقرروا هتعملوا ايه، وهتعرفوا قد ايه ان ربنا فعلا كريم عليكم، وان ربنا مش عايز لكم الحيرة ولا الضغوط النفسية اللي انتوا فيها.
وكمان هتحاولوا بقدر المستطاع تلزموا بالحاجة اللي عليكم، لإما انتوا هيبقى فيه دعم عليكم فانتوا هيبقى فيه التزام في اكتر من طاقة، لإما هيبقى فيه تغيرات ايجابية، والتغيرات الايجابية دي من خلالها هيكون برضو عندكم انبساط او عندكم تغيرات انتوا بقالكم مدة بتحلموا بيها. انتوا عندكم رضا تام من الفترة اللي جاية، وهيكون فيه ثقة، والثقة دي هتكون عالية جداً. اقدر اقول كمان ان انتوا عندكم تطورات، والتطورات دي هتكون ايجابية، هتكون في موضوع العمل في الشغل، هتستفادوا بقدر المستطاع ان انتوا ما تضيعوش اي فرصة، والغلطة اللي حصلت عندكم انتوا مستحيل يعني تحاول يعني مستحيل هتتخطوها بقدر المستطاع، ومستحيل ان انتوا تغلطوها تاني. ليه؟ علشان انتوا معروف عنكم ان انتوا تتعلموا من اخطائكم. فالبعض منكم هي يعني البعض منكم اخذ درس في الحياة، الدرس ده كان قوي جدا، بس علمكم حاجات كتيرة جدا، علمكم ان انتوا ما تدوش الامان وما تدوش الثقة الزايدة في الناس، وبتحاولوا ان انتوا تغيروا من نفسكم. واقدر اقول ان عندكم عودة شخص من ابراج نارية او من ابراج مائية، هيكون في شخص عندكم هيقعد لكم، وهيبقى في كلام، وهيبقى في دايرة فيها انتوا لوحدكم، وكل واحد هيحاول يصفي حساباته، ومن بعد تصفية الحسابات دي القرار هيكون قراركم اذا كنتوا ترجعوا ولا تكملوا. من وقت للتاني بيجي لكم شعور، وبيجي لكم احساس ان انتوا كارهين الدنيا كلها ومش عايزين تتعاملوا مع حد، وده اكبر غلط. انتوا نسيتوا حاجة مهمة جدا، ان ده بتكون اختبارات من عند ربنا، فانت هنا او انتوا هنا حرفيا هترموا الماضي، وهتحاولوا تستهموا تدوا كل اهتمامكم بالمستقبل، وهتحاولوا ان انتوا تسترخوا شوية وتاخدوا وضع كده راحة ليكم نفسيا. فياريت تخلوا بالكم، ما تخلوش الافكار السلبية هي التقييم على شجاعتكم. انت عندكم شجاعة وقوة، وزي ما قلت انتوا داخلين في مشروع، والمشروع ده هيكون ناجح بشكل كبير، وهتطلعوا منه منتصرين. ليه؟ علشان الفرصة اللي عندكم دي مش هتتعوض مرة كمان. في حد عندكم كسر القواعد، كسر اللي يعني ممكن يكون حد عندكم كنت انتوا اصلا معروفين ان انتوا بتمشوا بالعادات والتقاليد وما بتحبوش ايه الطاقات السلبية، بس في حد فعلا كسر القواعد دي وكسر الامور دي، وحاول ان هو يعني يمشي بنظام مزاجه او يمشي بنظامه هو، وانتوا طبعا رد فعلكم كان قاسي جدا، وقلتوا الوضع ده ما ينفعش ولازم ترجعوا زي ما كنتوا، بس ما سمعش كلامكم، وانتوا خرجتوا نفسكم بره حياته، وقلتوا خلاص احنا مش هنتعامل معاك تاني ما دام، او مش هنتعامل معاكي تاني ما دام انتوا ما بتسمعوش كلامنا، وما دام ان انتوا بتحاولوا تنفذوا اللي في دماغكم. برضو الناحية العاطفية انتوا حيرانين في شخصين، في طاقة انتظار او في طاقة حيرة ليكم من خصوص شخصين. انتوا راسمين علاقة، والعلاقة دي عمالة يعني ايه تقرب منكم، بس انتوا مش عارفين تختاروا ايه، او في عريسين متقدمين لكم، او في موضوعين انتوا حيرانين فيهم، في حاجة انتوا فعلا محيرانين فيها، وبسبب الحيرة دي انتوا طبع يعني متغيرين شوية، رغم ان في وضوح عندكم في اكتر من حاجة، بس التغيير مسيطر عليكم بشكل كبير جدا، وهو اللي متحكم فيكم حاليا، هو اللي مخليكم مش عارفين تاخدوا قرار ولا حتى تتعاملوا ازاي مع الناس اللي هي محيطة عندكم. في شخص في بينكم حب متبادل، لا اما انتوا لسه ما اعترفتوش، لا اما هو لسه ما اعترفش باتجاهكم، والامر ده انتوا حاسين ان هو صعب، بس قلبكم بيدق اتجاه الشخص ده بشكل كبير جدا، وهيبقى فيه اعتراف حلو. بس اليومين دول حاولوا تكونوا صابرين جدا، يعني يكون عندكم صبر كده، وبلاش العصبية، علشان العصبية والانفعالات على أتفه الأمور ده مش في صالحكم انتوا. في يوم هيكون يوم اتنين، اليوم ده هيكون يوم اتنين هتسمعوا فيه خبر مفرح، هتسمعوا فيه خبر هتلاقي الأضواء بدأت يكون فيها رومانسية، هيكون فيه اتصالات سريعة، في دفعة من المال، في حد هيجيب لكم هدية، هيكون يوم مميز. وزي ما قلت ان انتوا هتاخدوا شوية راحة، والراحة دي هتحسن الإحساس اللي جواكم،
وهتخليكم تتجاوزوا اي مشاكل او اي تراكمات عندكم. ليه؟ علشان التراكمات دي لما بتتحكم فيكم انتوا بتحسوا قد ايه ان انتوا عندكم طاقة هي متحكمة فيكم، فالوضع اللي انتوا فيه حرفيا هيتحسن بشكل كبير جدا، وهيبقى فيه اشياء جميلة انتوا هتاخدوا فيها خطوات سريعة، ومن خلال الخطوات السريعة دي هيكون فيه انبساط حلو وقعدة جميلة، واحتمال كمان ان انتوا تروحوا او انتوا تعزموا حد او حد يعزمكم، في اكتر من تحسن على جميع الموضوع. بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا دايما بتعرفوا تحطوا نفسكم في المكان اللي انتوا تستحقوه، وعشان كده في تميز حلو، رغم ان عندكم دقة في التعامل وبتتعاملوا بحذر مع الاخرين، رغم ان انتوا مميزين جدا. انت زي ما قلت لكم من البدايه ان انتوا بتتعاملوا بطبيعتكم، وده بيخلوكم بيقولوا عليكم ان انتوا مغرورين ومتكبرين، وان انتوا كده عايشين بالتناقض وكلام سلبي بتسمعوه كتير، بس عندكم عزه نفس كده عاليه. عزه النفس دي بتخليكم انتوا في بينكم ما بين ربنا عمار، او بتحبوا جدا تقربوا من ربنا، وعندكم حسه احساس كده عالي في الدقة في التعامل، يعني بمعنى اصح مميزين. وزي ما ذكرت ان انتوا بتحطوا نفسكم في الوضع اللي انتوا تستحقوه، مش الوضع اللي هم يستحقوكم يحطوكم فيه، لا انتوا اللي بتحطوا نفسكم في الوضع اللي انتوا تستحقوه. وعشان كده في شخص ندمان على فراقكم ونفسه يا عيني يرجع لكم، وانتوا مش يعني انتوا مش هقول لكم حاجة وحشة، بس الشخص ده انتوا مش هتقولوا له انت لو اخر واحد في الدنيا احنا مستحيل نفكر نرجع لك، لو انت اخر واحد في الدنيا احنا مستحيل نفكر نبص عليك. ليه؟ علشان حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، انت اللي زيك مستحيل حد يرجع له. وانا مبسوطة اني فعلا حتى لو انت اللي سبتني انا مبسوطة اني قدرت او حصل نصيب ان ربنا يبعدك عني. انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل الفترة دي بشكل كبير. كمان الحاسة السادسة عالية عندكم، ومجرد ما بتبص للشخص اللي قدامكم بتعرفوا ان هو بيكذب، وبتعرفوا ان هو بينافق، وبتعرفوا حتى هو بيفكر في ايه، لدرجة ان انتوا يعني بتخافوا جدا من الحتة دي، وبتقول يا رب انا ايه في ايه عندي مش عارفة، بتسألوا اسئلة كتير. دايما مؤمنين جدا بقدراتكم، ومؤمنين جدا بثقتكم في نفسكم. عندكم عصفورة، والعصفورة دي واقفة على الشجرة، وده بيدل ان انتوا في فترة انتظار الخبر اللي انتوا مستنيينه، او انتوا مستحملين كتير فبتتجنبوا المشاكل الفترة دي. كمان عندكم شوية لحظات، يعني هيكون في اكتر من لحظة عندكم هتكون حلوة جدا وهتكونوا مبسوطين بيها. بتحبوا الهدوء جدا، بتحبوا الاستقرار النفسي، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيجعل لكم فرحة حلوة. في حد ماسك شمعة، الشمعة لإما انتوا ماسكينها علشان الطريق بتاعكم، لإما في حد هيمسكها لكم وهينور الطريق اللي انتوا ماشيين فيه. في شمعة عندكم بتنور، هتنور الطريق في الوقت المناسب اللي انتوا هتحسوا انه فيه ضلمة. اوعوا تفوتوا اي فرصة حاليا حواليكم، لإما لو انتوا مش عايزين الفرصة دي حاولوا ان انتوا تفهموها كويس جدا. ليه؟ علشان مش كل مرة هتيجي لكم فرصة حلوة، وزي ما قلت لكم انتوا الوضع العصبي والوضع اللي مأثر عليكم مخليكم انتوا ساكتين، مخليكم انتوا مش عارفين تتعاملوا مع ناس ليكم. مشكلتكم دايما ان انتوا عاطفيين قوي، ودايما مع الشريك بيأثر معاكم من النقطة دي، علشان بيعرف احتياجاتكم وبيعرف انتوا عايزين ايه. فلازم يعني لو انتوا مستنيين من الشريك ان يقول لكم كلام حلو، لازم انتوا تبدأوا، ابدأوا انتوا وشوفوا ردة الفعل، ابدأوا انتوا وشوفوا الوضع هيبقى فيه ازاي. انتوا محتاجين حد يطبطب عليكم، محتاجين الاحتواء، وانا دايما اقول لكم كده الاحتواء والحب ده عامل لكم نقص في حياتكم، وبقدر المستطاع علشان تلاقوا الحب والاحتواء بتصلوا او تقربوا من ربنا، بتحسوا انه قد ايه ربنا هو الوحيد اللي بيطبطب عليكم في الشدة اللي انتوا فيها. كمان انتوا هنا عايزين في كلام جواكم عايزين تتكلموا عنه او تعبروا عنه، الكلام ده انتوا بتقولوا يا رب يعني احنا فعلا محتاجينك، محتاجين ان انت تقف جنبنا، محتاجين ان انت تكون معانا في حياتنا اللي احنا بنمر بيها. كمان البعض منكم هنا
عنده علامة اكس، علامة اكس على سؤال محير ومش عارف يوصله، او علامة اكس على موضوع برضو مش عارف يفهمه، او ممكن تكون علامة اكس على اصدقاء، على احباب، انتوا حطيتوا علامة اكس على ناس مش عايزينها تاني في حياتكم، انتوا عندكم علامة اكس. في وضع كمان هنا انتوا عامل لكم شوية توتر وقلق وحيرة وتوهان شوية، بتحسوا كده ان انتوا تايهين من وقت للتاني، او بتحسوا ان انتوا في حاجة غلط بتحصل معاكم. ده بس العصبية الزايدة اللي عندكم، او بمعنى اصح التوتر. انتوا والله ما عندكم اي حاجة، انتوا بس بتعانوا اليومين دول من شوية حسد، او الفترة دي حرفيا انتوا ما عندكمش اي حاجة، بس شوية الحسد اللي بتعانوا منهم هم اللي مسبب لكم الزعل اللي جواكم والامور اللي معاكسة. وفي نفس الوقت بعض الناس اللي كانت سبب في التراكمات اللي انتوا واخدين على خاطركم منهم، او واخدين على يعني حاسين ان انتوا كده في حد عمل معاكم موقف صعب، الموقف الصعب ده خلاكم انتوا من كتر التراكمات عايزين تنفجروا، في انفجار انتوا محتاجين تطلعوا اللي جواكم. وزي ما ذكرت لكم انتوا في فترة مزاجية، تقلب المزاج بشكل رهيب. ليه؟ علشان عايزين تتكلموا، عايزين تعبروا، محتاجين اخ، محتاجين اخت، محتاجين حبيب، محتاجين حد فعلا يقول لكم انا جنبكم ومش هسيبكم، مش حد يلعب عليكم ويضحك عليكم، او بمعنى اصح حد يكون فعلا منافق، وانتوا مش عايزين كده، انتوا عايزين حد يسندكم، والسند هو ليكم الله. من بعد الله تبدأوا تشوفوا حياتكم ماشية ازاي، او ايه الاكتمالات اللي عندكم، او ايه الامور اللي عندكم فيها تحسن. كمان انتوا هنا مراهنين، يعني في تراهن على حد، او تراهن على موضوع هتكسبوه، حد متراهن معاك، متراهن معاكم قال لكم لو انتوا وصلتوا للهدف ده ففي مثلا تراهن على حاجة معينة، وبالفعل لو كان دراسة او كان نجاح او شهرة فانتوا هتوصلوا بقدر المستطاع، هتوصلوا بشكل كبير وسريع، فما تزعلوش خالص على الاوضاع اللي انتوا فيها حاليا دي، علشان عندكم تغطية لمشاكل كتيرة جدا. بس خلي علاقتكم مع الاخرين واضحة، لو علاقة مع أبراج نارية خلوها واضحة وعلى الترابيزة، خلي كل التعامل مع الناس اللي في حياتكم بوضوح أكتر. ليه؟ علشان خاطر انتوا يعني ما تحسوش ان الأمور فيها أمور كده معاكسة، انتوا عندكم حد خاين أو حد بيخون، ممكن يكون يعني ما في حد خاين عندكم، أو حد حصل عنده خيانة، في حد كان بيحبكم جدا وانتوا ضيعتوه من ايديكم، حد يعني رغم ان هو ممكن يكون الحد ده كان عنده شوية مشاكل وانتم حسيتوا ان هو بيتهرب منكم او بتتهرب منكم الله اعلم، بس فعلا كان في امور حلوة، بس حصل عندكم شوية معاكسات فخلاكم انتوا تبعدوا، فياريت تخلوا بالكم. والحد اللي بيحبكم ده فعلا كان بيطبطب عليكم جدا، فانتوا دايما بتحبوا الاستقرار في الاوضاع وبتحبوا الحياة البسيطة، بس بتتجنبوا الفترة دي العند، وبتتجنبوا ان انتوا تسعدوا حد على حسابكم، ودي حاجة كويسة جدا. وكده اقدر اقول لكم ان انتوا بدأتوا تكونوا مدركين للحياة بشكل اسرع، او بدأتوا ان انتوا تشوفوا الدنيا ماشية ازاي. وخلوا بالكم بلاش السرحان على طول الوقت، انتوا بتحبوا الحياة البسيطة وبتحبوا التواضع وبتحبوا الحياة المستقرة والجميلة، بس في حد حرفيا حرفيا بيحاول ان هو يستغل طيبة قلبكم، وانتوا طيبين جدا جدا بشكل ايجابي، يعني طيبة قلبكم دي بقى يعني حلوة جدا، بس بتوقعكم في مشاكل كتير. وفي نفس الوقت يعني بلاش ان انتوا تخلوا الطاقة السلبية تتحكم فيكم، وبلاش ان انتوا تحسوا كل حاجة تعملوا لها الف حساب، حاولوا ان انتوا تعيشوا الحياة ببساطة، علشان ما انتوا دايما بتجيبوا اللوم على نفسكم، وده في حد ذاته غلط. يا رب استخارتنا النهاردة تكون عجبتك يا برج القوس. ودلوقتي هنشوف التلات رسائل بالتلات أرقام، الناس اللي اختارت رقم واحد هي رسالتهم وهنشوفها مع بعض. بسم الله. لا تيأس من أي حاجة تأخرت ولا تهتم، فالله معك، راحة البال والحب والمال وكل شيء هيكون على ما يرام. بسم الله. دي الناس اللي اختارت رقم واحد. طيب نشوف رسالة رقم اتنين للناس اللي اختارت رقم اتنين. لا تقلق، الغيب في طريق إليك، سيعوضك الله صبرك وتحسين في عملك، وسوف تنول كل ما كنت تتمناه. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ودلوقتي نشوف رسالة رقم ثلاثة. بسم الله، اللهم صل وسلم.
ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع والحظ إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الثلاث رسائل بالثلاث أرقام أقوى من بعض. يا رب استخارتنا النهاردة تكون عجبتكم ونالت مرادكم، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق الجميل وبالكومنت الجميل، وانتظروا مني دايما توقعات جديدة أول بأول على قناتنا.